محمد حسان الى اعتصام مصطفى كامل الان. مساء مصطفى محمود. الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان ومعتلوا المنصة الموجودة في منتصف ميدان مصطفى محمود، ولكن مع مجيء الشيخان انطلقت رصاصات كثيرة للغاية باتجاه المعتصمين من شارع الأعناب خلف مسجد مصطفى محمود، فضلا عن إطلاق حي بالآلي كثيف من شارع البطل أحمد عبد العزيز. ولكن يحاول الشباب الآن صد الهجوم من خلال تكوين لجان شعبية وبناء عدد من المكاريس من يعني تحت عدد من الأحجار أو الحديدية أمام السفارة القطرية أو من أمام المساكن الأهالي، بحيث أن يتم أن تكون كاسر من إطلاق النار الكثيف. يعني منذ قليل شهد أحد المتظاهرين وقد أصابته رصاصة حية في البطن وتم أخذه إلى الإسعاف، خصوصا ونحن هنا لدينا أقرب مستشفيين هنا مستشفى العجوزة ومستشفى السلام، فضلا عن المستشفى الخيري بمصطفى محمود. الصحفي محمد سعيد كان معنا من ميدان مصطفى محمود، شكرا جزيلا لك. أكد أيضا الصحفي محمد سعيد أنه بالفعل انضم كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب إلى اعتصام مصطفى محمود.